المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك بالانس أشار أنه قد تكون السلالة الجديدة من كورونا ظهرت في منتصف سبتمبر في لندن أو كنت جنوب شرق البلاد. كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي أكد أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع، ومع ذلك لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن على أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات وفق كريس ويتي. البروفيسور بيتر أبونشو المتخصص في جهاز المناعة في إمبيريال كوليدج لندن يرى أن السلالة تبدو أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40-70%. السلالة الجديدة لكورونا تحمل طفرة تسمى N501Y في بروتين شويكة فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.